في يوم من الأيام كان في ولد اسمه أحمد قاعد في غرفة نومه والدنيا ليل. فتح الشباك عشان يفوت شوية هواء على الغرفة. كان عنده كلب صغير كتير بحبه صاحبه. بتطلع قاعدين جاب ضفدع على البيت حطه بمطربان أزاز عشان يخليه عايش عنده. الولد كتير مبسوط وبتفرج قاعد على الضفدع. الولد نظيف، غرفته مرتبة، تخته مرتب، بس بلوزته على الأرض وجربانه شالحهم على الأرض وضببهم. الضوء مشغول والقمر بالليل هلال. الولد كتير مبسوط بفكر شو بده يعمل تاني يوم بالضفدع اللي اشترى اللي جابه على البيت.